أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قل دخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت
صدق الله العظيم.